الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج المرايه. معاكم في المرايه هند البنا، استشاري الصحه النفسيه، مدير مركز مرآه للاستشارات النفسيه والاسريه. هو احنا لو بطلنا احنا بنموت؟ احنا بنقضي حوالي تلت عمرنا نايمين. في الفتره دي احنا بنحلم، يعني احلامنا بتبقى اقل من تلت عمرنا بشويه. كل احلامنا بتعبر عن افكارنا، مشاعرنا، رغباتنا الداخليه. الحلم بيصنع لنا عالم الخيال او عالم المستحيل اللي انا ما اقدرش اعيشه في الواقع. يبدا يستدعي صور ذكريات انا عشتها، يبتدي يستدعي اصدقاء انا مش موجودين في حياتي دلوقتي او ناس فقدتهم. ممكن يعمل لي صوره مبهجه ابقى مبسوط بيها، وممكن تاني يعمل لي صوره مزعجه ومؤلمه تبدا موتراني وشغله تفكيري. الحلم عشان نفهمه لازم نفهم ان هو جاي من جوانا احنا، من مشاعرنا وافكارنا. النهارده في الحلقه هحاول نفسر مع بعض ازاي نفهم الحلم ونعرف جاي منين وقصده ايه من خلال منظور نفسي سليم او منظور علمي، معنى اصح من خلال منظور نفسي، علم النفس. طيب لما نيجي نتكلم عن الاحلام بصوره مبسطه كده، زي ما قلت لحضراتكم الحلم هو بيعبر عن انعكاس في رغباتنا وافكارنا ومشاعرنا. الحاجات اللي بنخاف منها ممكن تجي لنا في الحلم في صوره ان احنا بنواجهها مثلا. الحاجات اللي بنتمناها تجي لي في الحلم بصوره ان انا قادر اعمل حاجه. افكار كتير ممكن تحصل لي بسبب ان انا عندي رغبات مكبوته او مشاعر داخليه هي اللي بتخلي الحلم يظهر في الصوره اللي انا بشوفه بيها. احنا في حياتنا العاديه اللي بيسيطر علينا وعلى مشاعرنا وافكارنا عقلنا الواعي اللي بيخلينا اتصرف ازاي، اتحرك ازاي، اعمل ايه. ده الجزء اللي فيا اللي هو اسمه العقل الواعي. اما في الحلم العقل الواعي بيفقد السيطره عليه تماما ويبدا الظهور في العقل اللاواعي اللي هو بيحمل كل المشاعر المكبوته جوايا او افكاري ورغباتي وطموحاتي وكل شيء انا مريت بيه او ذكرياتي. هو احنا اصلا ازاي بنحلم؟ الحلم ده بيتم ازاي؟ كتير مننا بيقول انا مش فاكر حلمي، او انا ما بحلمش اصلا، او انا بحلم احلام كتير زحمه لكن بصحى نسيها. ايه السبب في الفكره دي؟ احنا في اثناء نومنا بيمر المخ بحوالي 4 أو 5 مراحل او اطوار. كل مرحله من دول بتستغرق من ساعه الى ساعه ونص. في مرحله بيكون فيها نشاط المخ زايد شويه بتمتد من 10 لـ15 دقيقه. الفتره دي هي اللي بيحصل فيها الحلم. تبدا حتى لو انت لاحظ حد نايم هتلاقي عينيه بدات تتحرك شويه كده، ده معناه ان هو في حاله حلم. لو احنا صحينا الشخص ده في الوقت ده هنلاقيه فاكر الحلم. وهتلاقي ناس كتير تقول لك ان صحيتني ليه، انا كنت نايم بحلم، سيبني اكمل حلمي. انما احنا لو عدينا المرحله دي وقمنا النوم بعدها في اي طور اي مرحله ثانيه من مراحل مرحله النوم دي بننسى احلامنا. لكن حقيقه ما فيش حد ما بيحلمش، لان الحلم زي ما قلت لكم بيحقق المستحيل، هو عالم موازي للواقع اللي انا فيه. طيب احنا عشان البشر دايما مهموم بفكره انا لازم اعرف كل حاجه تخصني، فيبدا يسال هو انا الحلم ده ليه؟ انا جات لي الصوره الذهنيه دي ليه؟ يبدأ يسأل، يحاول يفسر، يحاول يدور، بيلجأ لمفسرين الأحلام. مفسرين الأحلام هنا أحيانا بيكونوا بيحطوك في حالة خداع شوية أو حالة وهم، تبدأ تلف حوالين نفسك في سبيل تحقيق هذا الحلم، أو إن الحلم ده ممكن يكون نبوءة وأنا محتاج أعرف هيحصل لي إيه من خلاله. مفسرين الأحلام للأسف بيفسروا الأحلام قوالب ثابتة، يعني اللي ينفعني ينفع لك أو ينفع لغيرك. فكل زمان في كل مكان، كما لو كانت هي تيمة ثابتة بتصلح لكل الأشخاص. ناسين إن كل واحد ليه مشاعره، ليه أفكاره، ليه ظروفه النفسية اللي بيمر بيها، ليه خبراته، كل دي بتأثر في الحلم. فما ينفعش أكون في تفسير حلم أنا أقول ده ثابت للكل. تمام؟ ثابت للكل. طيب، معنى كده إن أنا أحلامي بترتبط جدا بمشاعري وتفكيري وحالتي النفسية وظروفي وضغوطي وكل ما يخصني أنا. حلمي بيطلع من جوايا. حلمي فكرة خارجة مني أنا، مش جاية من بره. عشان كده علم النفس وجد نظريات كتير في تفسير الأحلام. فإحنا لما نيجي نفسر أحلامنا أو نحاول نفهم نفسنا من خلال حلمنا، لازم نفسرها بشكل نفسي أوضح، مش بشكل تفسير مفسرين الأحلام. بالمناسبة دي أحكي لكم على حكاية حلم لزوج وزوجة. الزوج جالي هو وزوجته في حالة من المشاكل الأسرية الشديدة جدا، وصلت لحد الطلاق تقريبا. ولما اتكلمت معاه انت ايه السبب؟ قال لي الزوجه دي مش محققه لي حلمي. قلت له ازاي مش محققه لك حلمك؟ قال لي انا حلمت حلم، الحلم ده فسر بطريقه ما ان هي هعيش حياه بشكل معين، الزوجه دي مش محققه لي ده.
طب ايه هو الحلم؟ قال لي انا حلمت ان انا في صحراء، وبعد ما مشي شويه في الصحراء تعبان لقيت نخله قعدت تحتها، لما قعدت تحتها نزلت عليا بلحتين انا كلتهم وكنت مبسوط. لما رحت لمفسر الحلم قال لي ده معناه انك انت حياتك هتبقى صعبه شويه، وبعدين هتتزوج الزوجه الصالحه اللي هتبقى سند ليك وهتنجب لك ولدين. ده ما حصلش. قلت له يعني ايه ما حصلش؟ قال لي انا حياتي بقت صعبه جدا وفي خلافات مستمره مع زوجتي، وغير كده انا ما جبتش ولدين، انا جبت 4 بنات. مش هي دي الزوجه اللي انا كنت المفروض ابقى معايا، ولا هي دي حياتي اللي المفروض ابقى عايشها. الحلم قال لي كده. الحلم قال لي كده ده اللي وهمه بيه مفسر الاحلام، اللي هو بيفسر الاحلام قوالب ثابته. انا زيك زي غيري زي كل الناس. ففسر له الحلم بالطريقه دي. وصله الحلم لايه؟ وصله لحاله من القلق والضغوط والمشاكل النفسيه المستمره معاه مع زوجته، اللي كانت ممكن تصل لحد انهيار الحياه او انهيار البيت. تمام. يبقى تفسير الحلم لابد ان يعتمد على مشاعري الخاصه، افكاري، خبراتي، ذكرياتي، اللي جوايا انا، الحلم بيطلع مني انا لوحدي اللي نايم، وانا لوحدي اللي بحلم، فحلم جاي مني انا. عمر الحلم ما يكون وسيله ان هو يحقق حاجه في المستقبل او تنبؤ او غيره. عشان كده احنا بنلجا في تفسير الاحلام من خلال علم النفس. هحكي لحضراتكم دلوقتي مجموعه من الاحلام اللي هي ممكن تكون بتعبر عن اضطرابات نفسيه، لان الحلم ممكن يخرج ويدل على وجود اضطرابات نفسيه او خلل نفسي او مشاكل في النفسيه او ما الى ذلك. لما تكون بنت دايما بتحلم ان هي قاعده في اوضه ضلمه، وفي الاوضه الضلمه دي هي عماله تعيط، وبعدين يدخل عليها باباها، يفتح الباب يدخل عليها يبص لها ويكشر ويخرج تاني. ده كان حلم مستمر معاها جدا، حمل لها ازمات وضغوط وحاسسها انها ادخلها بمشاعر اكتئابيه ومشاعر انعزاليه بسبب الحلم ده. وزاد المشاعر دي لما راحت لمفسر وقال لها انت اكيد بتعملي حاجه غلط، باباكي غضبان عليكي، شوفي بتعملي ايه في حياتك. بالمناسبه باباها كان متوفي. ازداد عندها الاضطرابات وازداد عندها المشاعر السلبيه نتيجه لهذا التفسير. الحقيقه ان الفكره لما قعدت معاها في الجلسات كانت بتعتمد على ان هي طول الوقت كانت مش متقبله باباها، يعني هي حاسه بانها ذنب ناحيه باباها المتوفى ان هي ما قدرتش تتصالح معاه في الحقيقه. فبيقولها الحلم بشكل ان انت حاسه بالذنب الدائم ناحيه نفسك من خلال علاقه بابوك. بعد كده تم التعامل معاها على تصحيح فكره وتصحيح صورتها قدام نفسها وتصحيح الصوره قدام باباها، وبعد كده الحلم انتهى. انما هي لو كانت فضلت على حلم المفسر ده كانت فضلت مشاعرها تزداد سوءا. يبقى هنا الحلم عبر لنا عن اضطراب نفسي ومشاكل نفسيه. طيب في بعض الاحلام كمان ممكن تجيلي كوسيله للطمانه. يعني ايه طمانه؟ يعني انا بكون بمر بظروف نفسيه او توتر عصبي لفتره طويله، فيجيلي الحلم اللي هو دايما جوايا، مخي بيبدا يديني صوره علشان ابدا اطمن واحده شويه. برضو من ضمن الاحلام كان في سيده جميله جدا. السيده دي فقدت زوجها. بعد فقدان زوجها مرت بظروف نفسيه وصحيه مؤلمه. استمرت الحاله دي معاها سنتين تقريبا. لحد ما جالها الحلم اللي انا هحكي لحضراتكم عليه دلوقتي. هي شافت نفسها في الحلم مع زوجها تقريبا في مكان شبه السوق. الزوج سحب ثوب قماش ابيض وقال لها انا هروح اوديه لصاحبه. وماشي وسابها ومشي. لما مشي دخل مكان كده اتاخر عليها، فراحت تشوفه راح فين. فلما راحت لقت المكان ليه بابين، فقالت يمكن خرج من الباب التاني. وقفت على الباب التاني، المشهد تغير تماما امامها. لقت فيه اطفال بيلعبوا، مراجيح، بلالين، حاله من البهجه. استغرقها المشهد ده وقعدت تركز فيه شويه. لقت نفسها الوقت اتاخر، فقررت انها تروح. زوجها ما ظهرش. طول الفتره دي هي بتحاول تتصل بيه، ولكن مفيش شبكه، مفيش تواصل خالص. تمام. ركبت اتوبيس على اساس ان هي تبدا تروح. وهي قاعده في الاتوبيس بتقول انا قعدت جنب بنت كنت شايفاها شبهي جدا، تقريبا انا وانا صغيره. كان معاها التليفون وحاولت اتواصل مع زوجي. الغريب ان هو رد في اللحظه دي قام ضحك وقال لها تقلقيش، انت هتعرفي انا فين لما تروحي، بس انت لسه قدامك مشوار طويل. الحلم هنا تقريبا مفسر نفسه بعيد عن الرموز او تفكيك الرموز بتاعت الحلم، لكن الحلم هنا جاي يديها رساله ان هي تطمن، تطمن ان حياتها هتبقى كويسه، تطمن ان الشخص اللي توفى ده كويس،
وتتمنى كمان ان ممكن يكون في عندها حاجه تعملها، في رساله تعملها. الاطفال اللي شافتهم والبهجه دي هي قالت ان دول ممكن احفادي اللي انا المفروض اقدمهم وقتي ومجهودي ومشاعري في الفتره اللي جايه. بعدها حقيقي بعد الحلم ده، بعد ما وصلت لها الرساله وحاله الطمأنه اللي حصلت لها، بدات تعيش حياتها بشكل مختلف، وغالبا اختفت من عندها معظم الاعراض النفسيه والجسديه اللي كانت بتعاني منها خلال الفتره اللي فاتت. يبقى انا مخي في الحلم ده، انا مخي اداني صوره ذهنيه كده علشان يبدا يهدي شويه من التوتر والضغط العصبي اللي انا كنت عايش فيه. طيب في نوع تاني من الاحلام اللي هو الاحلام المتكرره او الاحلام المتسلسله، اللي هي تحلم الحلم ونفسه هو تحلمه تاني وتالت، وممكن تحلمه من بعد ما انتهى اخر جزء منه، يعني كانه مسلسل كده. الاحلام اللي من النوع ده من منظور النفسي بتعني ايه؟ بتعني ان انا في فترات صراع او ضغوط او توتر وانا مش عارف افك منها، تمام؟ فيجي الحلم طول الوقت بالمنظر ده لحد اخر مشهد او اخر حلقه في مسلسل الحلم اللي هو بيكون فيها بتبدا تتفك هذه الضغوط او الصراعات اللي انا عايش فيها. من ضمن الاحلام برضو اللي اتعرضت عليا واحده بنت برضو كانت عايشه حياتها حياه طبيعيه، بس كان عليها ضغوط خارجيه وصراعات. هحكي لكم الاسباب قدام. كان دايما تحلم ان في بيتها اوضه، الاوضه دي مقفوله، وكل ما تحاول تفتحها تخاف وتتردد. ده كده حلم. الحلم اللي بعديه تاخد قرار ان تفتح الاوضه. الحلم اللي بعديه بدات تفتح الاوضه. شايفين التسلسل في الحلم؟ يعني كل شويه كانت بتحلم بخطوه في الحلم. الحلم اللي بعديه بدات تفتح الاوضه، لا وتنظفها وتخططها وتخطط هتعمل فيها ايه، بعد ما كانت الاول شايفه ان الاوضه دي كلها كراكيب وهي مش تقدر عليها، تمام؟ الحقيقه ان البنت ديت كانت بتعاني من ضغوط نفسيه ومشاكل اسريه، وحاسه دايما بقيود في حياتها، وان هي في حاجات نفسها تعملها ومش عارفه تعملها بسبب هذه المشاكل والرفض الاسري والنبذ الاسري وكل الحاجات اللي هي كانت بتعاني منها دي. لما ظهر الحلم الاخير اللي هي بدات تدخل الاوضه وتفتحها، في الوقت ده هي فعلا كانت بدات تغير حياتها، كانت بدات تتخلص من هذه الضغوط والمشكلات الاسريه اللي كانت بتاثر عليها. معنى كده ان الحلم برضو ممكن يساعدني انه يخفف عني ضغوطي او افكاري اللي موتراني او مؤثره عليا، تمام. في كمان احلام شائعه كلنا ممكن نكون بنحلمها. ما اعتقدش ان الاحلام اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي ما فيش حد عدى عليه، ما عداش عليه هذا الحلم. حلم سقوط الاسنان وسقوط الشعر، حلم ان انت في امتحان وتلاقي نفسك مش عارف تجاوب او مش مستعد، حلم انك انت طاير او بتقع، وغيرها كتير، بس دول اكثر الاحلام شهره. تعالوا نتكلم على كل واحد فيهم من خلال تفسير المفسرين ومن خلال تفسير علم النفس. ناخد اول حلم وهو حلم سقوط الاسنان. حلم الاسنان معظم المفسرين بيفسروه ان ده معناه موت حد من اهلك، فيبدا الحلم يبقى جوايا يوترني، يعمل لي مشاعر سلبيه، افضل خايف ان اللي حواليا هيموتوا، ويفضل الحلم يتكرر نتيجه ان انا بثبته بالفكره اللي انا قلتها ان هو هيموت لك حد. طب تعالوا نشوف ان النفس بيفسر التفسير ده ازاي، سواء حلم سقوط الاسنان او حلم تساقط الشعر. هو احنا اسناننا او شعرنا بالنسبه لنا بيمثلوا ايه؟ مش احنا بنفرح لما الطفل يبدا يسنن واول سنه بتطلع بنبقى فرحانين بيها قوي، ولما بنكبر واسناننا بتقع بنبقى متأزمين جدا؟ وكذلك بالنسبه لشعرنا بنبقى خايفين عليه انه يقع، لما يقع بنتأزم، ولما يبدا يطول بنبقى سعداء. الاسنان بالنسبه لنا والشعر هو مصدر الامان والثقه. يعني ايه مصدر الامان والثقه؟ يعني طول ما انا اسناني كويسه شعري كويس انا واثق من نفسي ومبسوط، ما يهمنيش حاجه، وحاسس ان انا ماشي في الدنيا مطمن. لكن لما يحصل ده يبقى انا كده افتقدت الامان، افتقدت الثقه بنفسي. يبقى لما علم النفس بيفسر تساقط الاسنان بشكل نفسي على ان هي فقدان الثقه بنفسي، على ان هي على ان انا في الوقت الحالي مش حاسس بالامان، حاسس بتوتر وضغوط نفسيه، عكس طبعا تفسير المفسرين اللي هم بيحسسوني ان هو ثابت لكل زمان ومكان وكل الاشخاص. طيب في حلم تاني من الاحلام الشائعه برضو، حلم الطيران. برضو مفيش حد فينا ما حلمش ان هو طاير، وكل اللي حلم بالحلم ده بيقول انا ببقى مبسوط وانا بحلم الحلم ده، حاسس ان انا سعيد ان نفسي الحلم ما يخلص. المفسرين بيفسروها بطرق مختلفه جدا على حسب الجنس والسن والحاله الاجتماعيه. مثلا يقول لك لو بنت مش متجوزه يبقى هتتجوز او هتموت، لو ست متجوزه تبقى هتطلق او هتموت، يعني تفسيرات كده بالشكل بالظبط كده. انما في الحقيقه حلم الطيران بمعناه الرمزي ان احنا نتحرر من القيود،
احنا كبشر دايما عندنا شغف ان احنا نطير، ان احنا نبقى ثابتين على الارض. الجاذبيه الارضيه وفكره ان احنا ثابتين في مكاننا ده بيحسسنا في بعض الاحيان ان احنا مقيدين، فبيكون حلم الطيران رغبه للتحرر من القيود او رغبه للتحرر من الحاجات اللي مقيداني في حياتي، فبالتالي بطير. علشان كده اللي بيحلم بالحلم ده بيبقى مبسوط. تمام، دي اكثر الاحلام الشائعه اللي احنا ممكن نتكلم عليها، وانا شرحتها من خلال المفسرين ومن خلال علم النفس. يعني انت لما تحلم بحلم ده تبقى تفهم انت عندك قيود ومحتاج تغير. طيب، هو انا ازاي بقى بيجي لي في الحلم صور غريبه جدا ما مرتش عليا قبل كده ولا شفتها ولا اعرفها، ولو بحثت ودورت الاقي ان الصور دي موجوده فعلا في الحقيقه؟ طب ازاي يعني حد يحلم ان هو في مكان وبعد ما يروح المكان ده يلاقي ان انا لا ده انا سافرت الحته دي، ده فعلا المكان ده موجود، ده كان اسمها كذا، ده فعلا في الحقيقه؟ هو انا ازاي الحلم ده جه في ذهني؟ في حاجه اسمها اللاوعي الجمعي. اللاوعي الجمعي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن افكار متوارثه في دماغي من زمان جدا احنا مش واعيين لها، لكن هي بتظهر. زي مثلا اللغه، زي مثلا مسميات الاشياء، احنا بنسمي الاشياء ومش عارفين الاسم ده اصله ايه، لكن احنا توارثنا هذا الاسم او توارثنا اللغه وتوارثنا اللكنه. تمام، هي نفس الفكره، في صور ذهنيه بتكون موجوده في دماغنا محتفظ بها ذكرياتنا، لكن ما بتظهرش او ما نعرفهاش ونلاقيها فجاه ظهرت في حلم. هعرض عليكم دلوقتي صوره لحد حلم الحلم ده، وكان بالنسبه له حلم غريب قوي. المشهد اللي شايفينه ده عبارة عن مدرج تقريبا. المدرج هنا الشخص حلم ان هو طالع المدرج ده جزء جزء، وكل ما بيطلع بيلاقي الناس بتتعذب على الجنبين، لحد ما وصل لقمة هذا المدرج لقى حيوان غريب قدامه. تمام، هو بدأ يبحث في الحلم ده انا ايه المشهد الغريب اللي انا شايفه وازاي يجي لي في حلمي، فبدأ يبحث عنه لحد ما لقى الصورة. قال هي بالظبط دي الصورة اللي انا حلمت بيها. طب انا جات لي ازاي؟ انا عمري في حياتي ما شفتها او تخيلتها او جات في ذهني خالص. الحقيقة ان الصورة دي كانت من احد الحضارات القديمة. طيب، احد الحضارات القديمة او اليونان القديمة تحديدا جات تجيلي في حلمي ليه؟ زي ما قلت لكم ده اسمه اللاوعي الجمعي، ان هي صور بتيجي من ذكرتي متوارثها من زمان فبتبدأ تظهر في احلام. تفسيره ايه مش تفسيره ايه مش مشكلتي، انا دلوقتي بحاول اوضح فكره ان انا ليه بشوف صور غريبه ما كنت شفتها قبل كده. طيب، في صوره تانية هعرضها لحضراتكم برضو، في حد حلم بالحلم ده ويمكن دي تكون غريبه على حضراتكم شويه. الحلم ده هو حلم طائر العنقاء، طائر العنقاء او طائر الرخ. قصه الطائر ده ايه باختصار؟ الطائر ده كان يقال عنه في الاساطير ان هو بيعيش 1000 سنة، ولما يعيش 1000 سنة بيتحرق تاني ويتجدد. كان بيرمز لإيه؟ كان بيرمز للقوة والسلطة والملوك والعظمة وما إلى ذلك. لما حد يحلم بالحلم ده ويجي يقول لي أنا شفت حاجة زي كده ودور عليها ولاقيها، أنا حلمتها ليه؟ أنا أصلا ما شفتهاش. برضو نتيجة للإيه؟ للاوعي الجمعي. تمام؟ طيب، في برضو فكرة تانية جد مهمة جدا، الفكرة دي موجودة في أذهاننا إحنا كمصريين ومرتبطة بحضارتنا الفرعونية. أشرح لكم إزاي. لما حد يشوف قط أسود، تمام، أو يحلم بقط أسود، أول فكرة تيجي في دماغه إن ده الشيطان، تمام، أو ده نذير شؤم. إحنا طبيعي لما بنشوف قط أسود في أي وقت بنقول ده نذير شؤم. طب الفكرة دي جت لنا منين أصلا؟ إزاي ترسخت في أذهاننا إن القط يرمز إلى الشر أو يرمز إلى الشيطان؟ في الحضارات الفرعونية القديمة كان بيتم استخدام القط في السحر والكهنة، يعني الأسحار والكهنة كانوا بيستخدموا القط في الأعمال السحر والشعوذة بتاعتهم أو الأعمال الكهنية عموما يعني. تمام، فمن هنا ارتبط إن القط الأسود رمز الشر. زي ما احنا دلوقتي ممكن نلاقي نفسنا بنحتفل بطقوس مصرية قديمة واحنا مش عارفين هي جاية منين أو احنا بنحتفل بها ليه، لكن اتضح إن هي متوارثينها في عقلنا اللاوعي الجمعي من خلال الحضارة الفرعونية زي شم النسيم أو ما إلى ذلك. تمام، يبقى دلوقتي انا فسرت لحضراتكم فكره ان احلامنا ممكن تكون جايه من عقلنا اللاوعي الفردي او تيجي من اللاوعي الجمعي. طيب، لما حد من المفسرين بقى يبدا يفسر لك حلمك بالطريقه دي ويقول لك ده هيحصل لك كذا ومش هيحصل لك كذا، قول له لا استوب، انا فاهم دلوقتي ان الاحلام بتاعتي جايه من جوايا انا، جايه من مشاعري، من افكاري، جايه من افكار قديمه متوارثه. عمر الحلم ما هيكون نبوءه، الحلم انا دلوقتي حالا، الحلم دلوقتي وتفكيري انا. النبوءه كانت تختص بالرسل والانبياء فقط مش البشر العادي، لان انت ممكن تعتمد على حلم ان هو نبوءه وبعد شويه تفضل عايش على الحلم ده ومستني ان يحصل حاجه وتدمر حياتك وتصب الاضطرابات النفسيه والمشاكل في حياتك كتير قوي. طيب،
احنا احيانا كمان بيجي لنا كوابيس او احلام متكرره تفضل مأزمانا وموترانا وضغط على اعصابنا. بنلاقي نفسنا مش قادرين ننام من كتر هذه الاحلام اللي مسيطره علينا بشكل كبير قوي. نبدا نخاف من النوم، يبدا يجي لنا قلق النوم او توترات النوم بسبب الحلم او لخبطه الاحلام اللي بتجيلي دي. طب نتعامل ازاي مع الفكره دي؟ نتعامل معاها عن طريق صناعه الحلم. على فكره احنا ممكن نصنع حلمنا بنفسنا. نصنع حلمنا ازاي؟ ان احنا نبدا نفكر في الحاجه اللي انا نفسي فيها او الحاجه اللي انا بتمناها او بتخيلها لنفسي. يعني لو نفترض ان انت طول الوقت بيجي لك احلام كتير متراكمه، الاحلام دي بتزعجك اثناء النوم، في تدريب بسيط جدا هتدرب نفسك عليه علشان خاطر تتخلص من تزاحم هذه الاحلام في ذهنك. انت قبل النوم بربع ساعه تقريبا تقعد تتخيل صوره ذهنيه جميله، صوره انت بتحبها. مثلا انت قاعد في حديقة، قاعد على بحر، ولازم تستدعي الصورة دي لوحدك بمفردك، لان انت وانت نايم بتنام بمفردك وحلمك بيكون لوحدك. لو انت ركزت في هذه الصورة اكتر من مرة يوم ورا يوم، مع الوقت هتلاقي نومك بدأ يهدى، والاحلام اللي انت الافكار اللي انت فكرت فيها قبل ما تنام هي اللي انت بدأت تحلم بيها. لان علميا المخ بيحتفظ باخر ربع ساعة، او الصورة اللي بيحتفظ بيها المخ اخر ربع ساعة هي اخر حاجة انا عشتها في ايه، في الحياة، في الحقيقة، في الواقع قبل ما انام. تمام. طيب بالنسبة للكوابيس، الكوابيس بيبقى حاجة مزعجة جدا جدا للناس، وخصوصا لو كان الكابوس ده هو متكرر طول الوقت. يعني انا بحلم الكابوس ده وام مفزوع، افضل طول اليوم افكر فيه، اجي انام تاني يجي لي هو نفس الكابوس ويزعجني ويوترني، وهكذا، وسلسله لا متناهيه من عدم النوم والكوابيس. ازاي اتعامل مع الكابوس المزعج؟ في تجربه علميه تمت في الولايات المتحده الامريكيه في احدى الجامعات المتخصصه في مجال علم النفس. التجربه دي كانت بتقوم على فكره زراعه الفكره او صناعه الحلم، بمعنى ان انا ابدا احط لنفسي فكره جديده بدل الفكره اللي دايما موتراني. يعني لو مثلا حد بيحلم ان هو في شارع والكلاب بتجري وراه كتير كده، هو ممكن يبدل الصوره دي او يدرب نفسه على تبديل الصوره دي ان الكلاب اللي حواليه مثلا ممكن اطفال بيلعب معاهم، والتجربه دي اثبتت نجاحها في الجامعه التي تم تطبيقها فيها. فيبدا بقى كده مع الوقت الصوره تبدا تتغير. تمام. اعتقد ان انا بعد ما اتكلمت عن احلامنا جايه من جوانا احنا، وان احنا ممكن نفسر حلمنا وممكن نصنع حلمنا وممكن نتخيل صور تعوض عننا الافكار السلبيه او الاحلام اللي ممكن تاذينا، مش معقوله بعد كده حد يجي يقول لي انا ممكن اقول لك حلم وتتنبأ بيه ان ده هيحصل لك في المستقبل وافضل قاعد مستني، ولو حصل لي بعد 5-6 سنين اقول ده حصل. لا، في الحقيقه دي بتبقى صدفه، لان مفيش احلام تنبؤيه. زي ما قلت لحضراتكم الاحلام كلها جايه من جوانا. ارجو ان يكون الحلم ده الحلقه دي اضافت لحضراتكم حاجه. في نهايه الحلقه انا احب اشكركم جدا واقول لكم ان انتم هتوحشوني. النهارده دي اخر حلقه في الموسم الاول، لكن انا على وعد ان انا اكون معاكم قريب جدا. ارقامي على الشاشه للتواصل وصفحه الفيسبوك. كل الحلقات موجوده على قناه اليوتيوب اللي حب يتفرج عليها او يسترجعها تاني. وقبل ما اختم حلقاتي احب اشكر كل فريق العمل في قناه LTC. اشكركم جدا، تعبتكم معايا. كل اسم نازل على نهاية البرنامج ليه مني خالص الشكر والتحية. وإلى اللقاء قريب إن شاء الله، وما تنساش إن أنت مراية نفسك. دمتم بكل خير، وإلى اللقاء.